الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم على قناتي English في اليوتيوب English Linguistics with رضوان ناجي، يعني علم اللغة أو علم اللسانيات اللغة الإنجليزية مع رضوان ناجي. طبعا وصلنا لآخر فيديو طبعا لهذه المذكرة بتاع الوزارة طلبة ثالث إعدادي للأسئلة الإرشادية. طبعا الأسئلة هذين بيجينا عن طريق صح وخطأ true or false أو multiple choice خيارات أو matching أو اختار بالثلاثة أو matching أو توصيل. أوكي فكرة السؤال بيجي بطريقة هذه. وصلنا عند أنا past participle of silly salt توا 155 155 depressed means conscious حزين هني حزين يعني محذر بخطأ. above is conjunction true بس هذه هي فيها خطأ إملائي أعتقد، مش أعتقد أكيد إنه فيها خطأ إملائي من المذكر فيه أخطاء كثيرة يعني بس بسيطة شوية يعني ممكن ما حد تلاحظون معنا. جون بيرد سنت بيكتشرز تو أمريكا 1928 جون بيرد هذا أرسل صور إلى أمريكا في 1928 صح. we use adjective to describe a verb نستخدم الصفات لوصف الأفعال هذه خطأ، صفات نستخدم فيها لوصف الأسماء noun them is conjunction them هذه conjunction خطأ بين هي pronoun الإجابة صحيحة pronoun. what reference book helps you to work out the meaning of words ما هو الكتاب الذي ساعدك في إيجاد معاني الكلمات اللي هو a dictionary اللي هو قاموس a dictionary. verb from noun invention فعل جيبة من اسم invention اللي هو اختراع معناه يخترع اللي هو invent كي الإجابة. when the shops open the newspapers هذا بتكملة هنا دي بيجيب لك اختياري بعدين عندما تفتح المحلات سوف تباع كل المجلات هنا يجيب لك sell ولا sells ولا sold فأنت تختار الفورم الصحيح متاع الفعل فأنت تختار sold. okay the boy gobbled along the street and was the first to reach the school هذا بيجيب لك شنو gobble بني تجيب لك خط يجيب لك run يجيب لك مثلا جوك ما يجيب لك هني فأنت تختار run اللي هي gobble بناها يجري gobble بناها يجري اللي هي run. اوكي اللي بعده finally the article is read طبعا هذه بيجيب لك هذه الجملة بيجيب لك أنا present simple present passive present active مثلا اختياري يعني هذه الجملة في أي زمن فهي في زمن ايش present passive مبني للمجهول المضارع لأن مبني للمجهول المضارع اللي هو verb to be اللي هي am ولا is ولا are والتصريف الثالث للفعل فهنا تعرفت تصريف الثالث للفعل. present passive أنا بجيب لك شنو الفورم بتاع verb to be زائد past participle هذه الصحيحة اللي هي هي am is are زائد past participle أو be زائد past participle. أوكي هذا تشكل أو شكل present passive مبني المعلوم مبني المجهول مضارع. when was the best time to use a lighthouses ما هو أفضل وقت لاستخدام المنارات اللي هي at night في الليل. اوكي editor noun is somebody who طبعا هذا اختيارات واجد فهذا الايديتور هو اسم معناه شخص الايديتور اللي هو المحرر edit check and correct writing of other newspapers او شيء فهذا edits اللي هو الايديتس اللي هو يحرر ولا تحقق من ايش او يصلح في الاخطاء في الكتابه. 168 او 168 In Africa, people used to use نقط to send messages. شو يستخدموا في أفريقيا؟ بدري قلنا مرة قالوا night houses اللي هن المنارات فقلنا خطأ. هم يستخدموا في drums لإرسال الرسالات. drums اللي هن طبول يستخدموا في أفريقيا يستخدمون الطبول لإرسال الرسائل. landline phones are less useful than mobile phones because اللي هن التليفونات اللي قاعدة في مكان يعني أكثر أقل أهمية أو أقل أهمية من إيش من التليفون أو الهواتف النقال ليش لماذا يعني they can only be used in one place ممكن لأن هنا ذكينا line land phones تستخدمون شلة في مكان واحد بينما الموبايل فونز في عدة أماكن تقدر تمشي به. 170 when did Sir Tim Berners-Lee invent the World Wide Web
تايم امتى استخدم امتى اخترع السيد تيم بيرنرز اللي هو وورلد وايد ويب شبكه العنكبوتيه اللي هو الانترنت في 1989 1989 1989 ان ارتكل از نقط ان كايرو. طبعا هذا present passive هو واجد عندكم، هو مضارع مبني للمجهول، مضارع مبني للمجهول اللي هي is مع past participle اوكي written هنا، فتختار written انت مش writes ولا wrote، written اوكي. somebody who prints as a job شخص اللي يطبع، بدري خذيناها مره اللي هو الطابع printer، printer الطابع. bank فعل، bank فعل، بنك فعل، فأنا شنو معناها to keep money in or put money into bank، تحط الفلوس في البنك فعل هذه، تحط معناها فلوس في البنك أو تضع فلوسك في البنك. the world wide web was invented by هي نفس السؤال ريتا، يعني اخترعت الشبكة العنكبوتية من من أحفظ سير تيم بيرنرز، سيد تيم بيرنرز، سيد تيم بيرنرز. light houses warn ships of danger، طبعا المنارات تحذر السفينات من الخطر، تحذر السفينات من الخطر. last week my dad نقط my sister and me to the museum، فأنا بجيب لك اختيار صحيح take took taken، فتختار انت ديما last معناها last هذه last week last night yesterday ago، هذين اللي نستخدم past simple الماضي البسيط، ماضي البسيط past simple ماضي البسيط أنا okay. in Africa people used to use drum to send messages، هريتها في أفريقيا الناس تستخدم الطبول لإرسال الرسائل. the past form of verb speak ماضي، ماضي فعل يتحدث اللي هو spoke، spoke ريبورت الفعل هذه يعني يقوم بكتابة تقرير. mean to describe شنو تعني أن تصف حدثا. the men's favorite sport is tennis means يعني أفضل رياضة للرجل هي تنس. شنو تعني more than one man أكثر من رجل، من سريته يعني جمع مع أكثر من كم رجل. الرياضات الرياضة المفضلة للرجال. the word printer has طبعا البرينتر هذه عندها معنيين، يا اما يكون الشخص الذي يطبع او الطابعه، فهنا قال تو مينينجز عندها معنيين تو مينينجز. ذا وورد اندر از كلمه تحت هذه تعني حرف جر، فتقعد شنو بريبوزيشن، بريبوزيشن حرف جر. ناديه از كوتشز جا شي اولويز لوكس ليفت اند رايت بيفور كروسينج ذا ستريت ذا اندرلايند وورد مينز هي كوتشز يعني حذر، conscious حذر، فمعناها careful حذر okay. the past form of make أنا ماضي فعل make اللي هو يقوم أو يعمل، ماضي make شنو معناها أو يصنع، make ماضيها made وفي الأخرى okay. make made made هي made okay. a large boat means سفينة يعني غارب كبير، فمعناها سفينة ship ship. mercury used to carry sound مركوري استخدم النقط لإرسال الأصوات اللي هي radio waves موجات الراديو، الراديو يعني. the radio was invented by اخترع الراديو من قبل من مركوري، ريت السؤال انت كيف يجيبوا فيه. نورا was نقط because her friend was in hospital، فأكيد صديقة في المسافة تقول depressed. a person who writes articles of a newspaper is a reporter الشخص الذي يقوم بكتابة المقالات في نيوز بيبر هو إيش المحرر أو الكاتب يعني. بنك الفعل معناها شنو place where you keep money in أو keep money a piece of round higher than a round يعني شنو المكان الذي تحفظ فيه النقود. a reporter writes an article in care this sentence is يعني هذا يجب يختار له يقول لك passive أو active يعني مبني المعلوم مبني المجهول، فأنا قاعد مبني للمعلوم هنا reporter writes okay مبني للمعلوم معناها إيش active. the messenger surface of the world world Arab world sorry started in يعني الإرسال في الوطن العربي
بدأ في كم؟ 670، سنة 670.